صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نسي صلاة العصر ولم يذكرها إلا وهو يصلي المغرب جماعة خلف الإمام، فماذا عليه؟ عليه أنه يخرج من المغرب ويصلي العصر أولا، ثم يصلي بعدها المغرب، لأن الترتيب واجب، وقد ذكرها قبل أن يخلص من صلاة المغرب. أما لو أنه خلص من صلاة المغرب ولا ذكر إلا بعد ما سلم من المغرب، فإنه يصلي العصر ويسقط الترتيب بنسيانه، لكن هذا ذكرها وهو يصلي، فيخرج منها ويصلي العصر أولا ثم يدخل في العصر من أجل الترتيب. نعم.